متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تفاعل متابعو منال حدلي مع قصة الفتاة من ذوي الهمم عتيقة التي باعت هاتفها للسفر رفقة عائلتها لرؤية منال. متابعو منال حدلي قرروا مساعدة ابنة مدينة سعيدة عتيقة. pouvez pas imaginer شحال راني فرحانه بكم باسكو كاع 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 شوفوا 99% كاع بعثوا لي لي ميساج على عتيقه وصح مازال الخير في بلادنا صح كاين ناس تحب دير الخير صح كاين ناس قلوبهم مليحه صافي بليزير صافي بليزير شحال راني فرحانه الحمد لله مازال خير في بلادنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله باسكو كاين بزاف اللي بعثوا لي قالوا لي انا حابين نعاونوها عيطت لخوها وطلبت منه الاذن جي دوموندي لا بيرميسيون منه قلت له بلي كاينين ناس بعثوا لي كي شافوا عتيقه حبوا يعاونوها اسكو نقدر اسكو يقدروا يعاونوها و ساشون كو عتيقه ما دومونديت هادشي ولا دارهم ما شتكاو مساكن يبانوا بلي زواولا جات مسكينه لهدف معين جات باش تشوفني برك شوفوا سبحان الله ربي بالك راه مكتب لها رزقها جات على جل سبه عشت في سبه واحده اخرى وناس زواولا تاع الصح وشوفوا بلي الزوالي جامي مد يدو ولا جامي المغالطهم قالوا لي اسكو دوكا عندها تليفون اسكو ما عندهاش اسكو شوفوا انا كاينه فيس انا ما نقدرش نقولهم وهاد الحاجه بيني وبينها اللي يحب يدير الخير يديروا مع ربي ماشي لازم يوري روحه ولا يبين بلي يدير في الخير باش يبان بلي راه يدير الخير ولا باش يبان مليح. معايا عتيقه في الطوموبيل حكت لي امها واحد كان عندها واحد المشكل اختارها كانت في الدار قاعده تخيط وكانت دارت البراهنه في فمها طبطبوا في الباب من الخلعه بلعت البراهنة هذه صافي 2 نورمالمون في الكورونا في يامات اللي بدا الكوفيد بلعت هذيك البرا هذيك ودارت لها بزاف 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 مشاكل مسكينه شافوا في سكانير خرجت لها في سكانير من بعد عاودوا داروا في سكانير شافوا نورمالمون راحت هما دوكا بوغ لو مومون ما راهمش متاكدين باللي راح 100% دونك بون هي كانت تحتاج ديال ليغام نورمالمون راح نجيبوا لها هنايا برك دبروا عليا وين اكزاكتومون نقدر نبعثها ان سونتر لهنا في تاع ليغام ولا في سيدي بلعباس الكوتي تاعهم كوتي تاع سعيده نقدر نهضر هاد الهضره عندها مشاكل حاشاكم عزكم الله ما التواليت ما تقدرش تدخل حتى بال15 يوم باسكو تتوجع شوفوا واحد الاقصى حد يعني تاع المعاناه انسان ما يقدرش يدخل للمرحاض على جال هاد البرا هادي اللي ما على بالناش اسكو مازال ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم شاركوا في القناه فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.